تحية طيبة لكم مشاهدينا، حلقة جديدة من ميادين العمل وحلقة خاصة نتوقف فيها اليوم عند اليوم العالمي مكافحة المخدرات والاتجار به أو سوء التعاطي مع المخدرات وسوء استخدام المخدرات. هذا اليوم الذي حدد عالميا 26 من حزيران، سنتوقف عند هذه الآفة الاجتماعية والجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المختصة للحد من هذه الظاهرة أو معالجتها نهائيا، لما لها من آثار سلبية على المجتمع اجتماعيا اقتصاديا تنمويا. سنتوقف عند هذه المحاور، وأيضا يعني نخصص الحديث بالجانبين الرسمي والأهلي، وهناك جمعيات بدأت تعمل تساعد وتكون رديف للجهات المختصة في الحد من هذه الظاهرة الاجتماعية. يسرنا في هذه الحلقة أن يكون معنا السيد العميد أحمد علي، رئيس فرع مكافحة المخدرات في قيادة شرطة محافظة اللاذقية. أهلا ومرحبا سيادة العميد. أهلا وسهلا بكم. يعطيكم العافية. وأيضا هناك جمعية أهلية، يعني نستطيع أن نقول بأنها جمعية حديثة التأسيس لكنها الأولى من نوعها التي تخصصت في مجال الحد من تعاطي المخدرات أو العلاج، أو يعني لها أهداف كثيرة سنتعرف عليها اليوم من خلال لقائنا مع الأستاذة معينة شرابي، رئيس مجلس إدارة جمعية تعافي. أهلا ومرحبا أستاذة معينة. أهلا وسهلا فيك ست. وأيضا أرحب بالدكتورة فاتن مشاعل، عضو مجلس إدارة في جمعية تعافي وأخصائية نفسية وأستاذة في كلية التربية أيضا قسم العلاج النفسي. أهلا ومرحبا دكتورة. أهلا فاتن. في منتصف الحلقة سيكون معنا أيضا المحامي علي والنوس، وهو أيضا عضو مجلس إدارة في جمعية تعافي، وأيضا اتصال هاتفي مع الدكتور يوشع عمور للحديث عن الجوانب النفسية التي تتعلق مع المتعاطين بشكل خاص. سيادة العميد مرة تانية برحب فيك. وإذا ما نظرنا إلى موضوع يعني التعاطي أو مكافحة المخدرات، يمكن يعني بناء على ثلاث محاور: التعاطي، الترويج، الإتجار. أنتم كفرع مكافحة يعني ما هي أبرز المهام التي تقومون بها في هذا المجال؟ يعطيك العافية. المخدرات معروف أنه المخدرات آفة عالمية، يعني ما سلم منها لا مجتمع متقدم ولا مجتمع متخلف أو مجتمع نامي، فهي آفة عالمية. والجيل المستهدف بهذه الآفة هو جيل الشباب. فمهمة فروع مكافحة المخدرات بالمحافظات وزارة الداخلية هي العمل على مكافحة هذه الآفة وإلقاء القبض على التجار والمروجين وتقديمهم للقضاء، والعمل والحد من انتشار هذه الظاهرة بالمجتمع. نعم. يعني نقدر نقول أنه العمل أنتم بالنسبة للترويج والإتجار هو أنه من صلب عملكم بشكل أساسي. طبعا من صلب عملنا. قانون المخدرات 2 العام 93 يعني شدد موضوع التجارة والبيع، واعتبر أنه تهاون بموضوع أنه التعاطي، فاعتبر المتعاطي يعني ضحية، فالمتعاطي يعني ضحية يعتبر القانون. فيه العقوبة، بس أنه حتى هو إذا راح لحاله يعني في مراكز للعلاج يعني بإمكانه يروح يتعالج من تلقاء نفسه أو أهله إذا أخذوه، فهو يتعالج بشكل مجاني، يقدم له العلاج بشكل مجاني. بينما تشدد مواضيع التجارة والترويج والبيع. نعم. ورغم أنه القانون رقم 2 لعام 1993 يعني قانون كتير مواده حازمة، ويعني من نقول هي جادة بهي المكافحة، ومع هيك يعني عم نشوف أنه في خروقات، فكيف يعني تكون بين تطبيق القانون وبين الـ يعني الـ الإجراءات الـ على الأرض؟ الإجراءات يعني في عقوبات، تشددت العقوبات في عندنا قانون العقوبات القانون المخدرات 2 عام 93 في 3 عقوبات، عقوبتها الإعدام اللي هي الزراعة والصناعة والتهريب. فتشدد أنه اعتبروا هذول خطر على المجتمع. فهي الأزمات والحروب يزداد نشاط هالناس هذول، فأزمة البلد هيك ما زمت هالأزمة اللي مرت والحرب الكونية، فهن حاولوا التجار يستغلوا هالوضع هذا
ويدخلوا مشان تخريب المجتمع. نعم، يعني حضرتك عم تأكدت على فكرة أنه أنتم لما عم تحاربوا هالجهات ترويج وتعاطي وعفوا وإتجار، أنتم عم تخففوا أيضا التعاطي، بالتالي أنه اعتبرتوا أنه المتعاطي بالأخير هو ضحية هؤلاء. فهون كيف مثلا ممكن يتم التنسيق وحاليا يعني أنه بينكم وبين بعض الجهات، مثل هلا عندنا جمعية أهلية، لحتى أنه يكون عملكم واحد، تكونوا ممكن يكون رديف لعملكم أيضا المجتمع وتوعية يعني المتعاطين، هو ممكن يكون له جانب توعوي وجانب أيضا علاجي لبعض الحالات. فهون كيف ممكن هاي الجهود كلها تصب بحالة أنه نحن بالأخير عم نحارب هاي الآفة الاجتماعية؟ يعني هي تتطلب محاربة الآفة هي تضافر كافة الجهود، يعني ما يكفي جهد وزارة الداخلية لحالها، فتتضافر كافة الجهود، المجتمع المدني والمنظمات الشعبية كذا، لمحاربة هذه الآفة. فنحن في تنسيق بيننا وبين الجمعيات الأهلية والمنظمات الشعبية للقضاء على الآفة. نعم. وصار أكثر من ملتقى وأكثر من لقاء للتنسيق بهالمجال هذا للتعاون. نعم، دائما يعني كنا الحقيقة بنشوف أنه بين فترة وأخرى محاضرات ولقاءات وبشكل خاص مستهدفين شريحة الشباب للتوعية من هاي المخاطر. شو أهم شيء أنتم بتتوجهوا أنتم أيضا كفرع مكافحة وبمحاضراتكم، في مثل ما قلنا جانب اجتماعي وطبي ونفسي وأيضا جانبكم أنتم كفرع، شو أهم شيء أنتم بتتوجهوا فيه لهؤلاء الشباب أو لهذه الشريحة؟ نطلب من هؤلاء الشباب الابتعاد عن هذه الآفة، لأنه هن المستهدفين، هن بالدرجة الأولى المستهدفين. فأنت بأي مجتمع إذا دمرتي جيل الشباب دمرتي المجتمع، فالشباب هن ركيزة المجتمع وركيزة البلاد، فهن المستهدفين. فنطلب منهم إنه الابتعاد عن هذه المواد والابتعاد عنها قدر الإمكان، والالتفات لأشياء مفيدة. ممكن الإنسان يقضي وقته كذا بجوانب مفيدة، جوانب ثقافية، جوانب اجتماعية، جوانب رياضية، والابتعاد عن هالآفة. فهن هذول يزينوا للجيل الشباب إنه هاي المواضيع المخدرات، ويزينوا لهم إياها، وآخر شيء لما يقعوا بالمستنقع ما عاد فيهم يطلعوا، لأنه أي واحد يقع مثل زي واحد وقع مستنقع ما عاد فيه من الوحل أو الطين ما عاد يقدر فيه يطلع. صحيح. فمن البداية إذا واحد سكر هالمنبع هذا وبعد عنه يكون هو بالجانب السليم. نعم، وأيضا دوركم أنتم تسكير هاي المنابع أو هاي المنافذ اللي عم تدخل فيها هاي المواد إلى البلد بشكل يعني مسيء بالنهاية. من مهمات فروع مكافحة المخدرات منع دخول هذه المواد إلى القطر، منع دخولها، لأنه هي المنابع. أنت لما تكوني سكرتي المنبع قضيتي على انتشارها بالداخل. طبعا ما عادت موجودة، ما عادت موجودة لما قضيتي على المنبع، ما ظل لها وجود. نعم. بعد شوي بنحكي كيف عم تقضوا يعني محاولاتكم وجهودكم على هي المنابع قدر الامكان نحد منها. يعني دائما بيكون هناك في دائما ثغرات الحقيقه هي تضعف يعني كل حالات البحث، وانتم الحمد لله ساهرين. يعني نحن دائما نعرف كل فروع المكافحه وقياده الشرطه في كل محافظه يعني تقوم بهالجهود الكبيره. مرة تانية برحب فيك أستاذة معينة، جمعية تعافي، جمعية حديثة التأسيس، تقريبا هلأ عمرها سنة تعرفين عليها، لكن هي الأولى من نوعها اللي تحملت أو منقول أخذت على عاتقة مسؤولية تعاطي المخدرات، ويعني هذا الاختصاص بحد ذاته. ماذا نتحدث عن أهداف هذه الجمعية وكيف يعني نشأت فكرة جمعية تعافي؟ أهلين ست لبابة. أهلا وسهلا. هلأ بالبداية بدي أتشكر الجهات المختصة اللي منحتنا هالشرف بترخيص جمعيتنا تعافي اللي هي الأولى من نوعها في على مستوى سوريا اللي بتعنى بموضوع الإدمان. الأهداف في ثلاث أهداف رئيسية بالجمعية. الهدف الأول هو الوقاية، طبعا الوقاية خير من إطار علاج. الوقاية وقاية من الإدمان عن طريق نشر الوعي الصحي بخصوص الإدمان كل بأشكاله وأنواعه وآثاره السلبية ونتائجه. نحن بالجمعية عم نعمل برنامج، طبعا نحن استاتنا حديثين العهد لأنه رخصنا بالشهر العاشر بال 2019 وبلشنا، لأن خلصنا كان بلش الكورونا وشوي الوضع بالبلد حد من نشاطنا، بس نحن عم نعمل برنامج مشان رح نكثف الندوات بالمراكز الثقافية. بس يصير العام الدراسي المدارس رح نزور المدارس طبعا بالتنسيق مع وزارة التربية، الجامعات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، طبعا في لجنة مختصة
بالجمعية بخصوص هذا الموضوع، وعن طريق الحملات والبروشورات ونشرها بالمقاهي وبالشوارع العامة. إذا هذا الجانب التوعية. توعوي هو لكن أهم. أيضا لكم جهود، وهلأ نتعرف عليها، بأنه أنتم يعني بدأتوا تتعرفوا على بعض الحالات ووصلتوا إلى التعافي، يعني ممكن تعطونا بعض النماذج مع أهم شيء يعني حفاظ على سرية الموضوع وخصوصية كل معالج أو متعافي حتى. فهون أنتم كيف بقى عم تتعرفوا بالمجتمع أن هناك حالة، وخاصة أنه هي صعب تنعرف، يعني صعب أنه حتى بجوز أهل بيخبوا هاي الحالة. فهون أنتم كيف ممكن كجمعية أهلية يعني تخففوا من أنه خايف، بجوز أنه تجي الجهات المختصة لك خلص بيروح على السجن، أنتم لا، ممكن شوي تعملوا هذا الحاجز اللي تقولوا له تعال منعالجك ومنخفف عنك عقوبة. هون كيف عم تقدروا دخلتوا بالمجتمع؟ هي الهدف الثاني الدعم النفسي للمدمن وتشجيعه للعلاج وتوجيهه للمراكز المختصة. هذا أصعب هدف طبعا بالنسبة لنا، لأنه المدمن أول شيء بدك تتعرفي عليه، هذا يعني كتير صعب أنه تتعرفي للمدمن. ولما نتعرف على المدمن كمان بدنا مرحلة تانية ليعترف أنه هو مدمن، لأنه يعترف أنه هو مدمن بصعوبة ليعترف أنه هو مدمن. نحن قطعنا هالمرحلتين، طبعا هو بس يعترف أنه هو مدمن يعني صار قطعنا نص الشوط. هون بقى ببلش نحن نقنعه وندعمه نفسيا أنه أنت بتتعالج، والإدمان مرض مثل أي مرض وممكن التعالج، وفي مراكز صحية عندنا بسوريا بالمجان بتعالج المريض بشكل مجاني. بس أنا عفوا قصدي أنه أنتوا بتبحثوا عنه، ولا ممكن أهل يجوا يعني تاخدوا بإيدهم، ولا أنتوا إذا شفتوا حالة تتدخلوا بقى بشكل لطيف وسلس؟ ما بعرف إذا بقدر يعني أسأل هاي الأسئلة. أي طبعا. بس نحن حتى أنه إذا في حالة، إذا في أهل ما يخافوا مثلا أنه يقولوا في جهة ما ممكن التعاطي معها بسرية بخصوصية، ما أنه هلا هو الموضوع شوي حساس يعني. نعم نحن نحن عاملين صفحة على الفيسبوك، في حالات عم تجي عن طريق الصفحة، عم يشوفوا الصفحة ونحن نكتب، عم ننزل منشورات بهذا الخصوص. في عن طريق اتحاد شبيبة الثورة نحن متعاملين معهم، لأنه هني شريحة الشباب، هني الشريحة المستهدفة كمان، هني بيجيبوا لما يشوفوا حالي بيعرفون عليها. في الأهل أحيانا الأهل بيتصلوا أنه نحن عندنا مدمن بس ما بنعرف كيف بدنا نصرح له أنه في يتعالج، لأنه المدمن كتير صعب التعامل معه. فهون الصعوبة أنه نحن لما بيكون الأهل بيحكوا معنا أنه في عندنا بالبيت مدمن، كيف بدنا نوصل لهالمدمن؟ نحن بصراحه عم نروح على البيوت، نعمل اول شيء نعمل علاقه اجتماعيه مع البيت، على اساس انه نحن في علاقه اجتماعيه مع حدا من البيت، نفرض حالنا اصدقاء، وشوي شوي نتعرف على المدمن. في حالات اجتنا وتعرفنا على المدمن، وهلا يعني عم نحاول نقنعه. نعم. يعني هو الموضوع شوي حساس وصعب. نعم. طبعا هو بسري، نحن كله بسري. سيادة العميد، كيف ممكن هيك جمعيات تكون حلقه وسيطه بينكم وبين الجهه اللي عم تتعاطى؟ هلا انتم بجوز مثل ما قلت انه المتعاطين ما يكون انتم دوركم مباشر معهم، كون هن ضحيه. نعم. الاتجار والترويج، لكن ممكن اذا انتم وصلكم مدمن يعني تتعاطوا معه بشكل مختلف عن الجمعية، هنا ممكن يخففوا عنكم هذا هالمسيرة هاي. نعم، نحن يعني دو احنا الشخص لما يجي لعنا نحن نتحرك الدعوة العامة ضده، نحن ما فينا بنقدمه للقضاء. بس لكن الجمعية مثل ما تفضلتي هي حلقة وسيطة، بإمكانها هي الجمعية يقنعوه أو يصير عنده قناعة يروح يتعالج. وتعاوننا نحن وست أم حسن قبل في حالات أشخاص راحوا تعالجوا ورجعوا أسوياء للمجتمع. تمام. في حالة أنه هو عم يتعالج يعني بيرتاح من شغلة أنه هو لا يمكن توقيفه مثلا، إذا هو بطور العلاج في مراكز العلاج المختصة ما بيظل اسمه بشكل سري، ما بيتوقف. ما عليه أي عقوبة. نعم. وهي احدى المشجعات والمحفزات انه لا، الاهل يبادروا. ايه. والشاب ايه علاجه مجاني، يقدموا له علاج نفسي وعلاج دوائي وعلاج فيزيائي وكل ما يتطلب الامر، ومهما مكث مده ومهما طلب يظل اسمه سري. وحتى اللي يفشي المعلومات في له عقوبه عليه، انه يعطي اسمه او يعطي اي معلومات. تمام. ومجرد يتعافى خلاص هو يعتبر إخلاء سبيل، لكن ما له ما عليه مسؤولية. نعم. أستاذة، بالنسبة للجمعية في عندكم اختصاصات، يعني عندكم شفنا أنه أطباء، أخصائيين، محامين، هون يعني كيف عم تتوزعوا هاي المهام ضمن اختصاصاتكم، اختصاصات طبعا الجمعية؟
مثل ما حكينا كل شخص عنده اختصاص. مثلا انا والدكتوره فاتن ممكن نزور المرضى على البيوت، لانه ما بهالسهوله تقنعي المريض انه يجي على مقر الجمعيه، لانه مجرد اسم المقر بيعتبر انه بيخاف منه، او حتى في ناس بتعتبره زلي بالمجتمع انه يكون عندهم ولد مدمن. بنحاول نحن من مشكلين فريق، يعني الدكتوره فاتن هي اختصاصيه بهذا الموضوع، في معنا دكتوره صفاء كمان الى تحيه. السؤال ما نتوجه نحن بس قصدي وزعتوا الاختصاصات، أكيد يعني طبعاً. جمعية نكون إلى أكيد كل واحد له اختصاصه. دكتورة فاتن هي اختصاصة علاج نفسي مع الدكتورة صفاء، الدكتور يوشع عمر اختصاصه طبيب نفسي بيوجه بيقدم استشارات طبية، الأستاذ علي محامي الأمور القانونية، كل واحد له اختصاصه. أنا نائبة رئيس الجمعية كمان صيدلانية، لأنه نحن موضوع الأدوية هي طبعاً. هي الدكتورة ابتسام داود بجبلة كمان تتعاون معنا بموضوع الأدوية. طيب الدكتورة فاتن كمان مرة تانية برحب فيكي، ونحن اليوم إذا نحكي عن الموضوع بشكل عام، في عنا متعاطي في عنا مدمن طبعاً. هلأ أنتوا أمتى بتتدخلوا رأسا؟ مثلا إذا في متعاطي ممكن رأسا تتدخلوا قبل ما يصير مدمن، وما الفرق يعني بين الإدمان والتعاطي؟ طبعا نحن هلا الفكرة الأساسية إنه نحن حكينا بموضوع إنه نحن كيف نكتشف الحالي وكيف نتعامل معه هالقصص. الفكرة إنه الإدمان التعاطي مختلف عن الإدمان، ليس بالضرورة التعاطي أن يتحول إلى إدمان. الإدمان هو الحالة الناتجة عن سوء استخدام المادة المخدرة، بيحصل عند الشخص حالي من الاعتماد النفسي والجسدي على هذه المادة، وبيصير بحاجة إلى زيادة الجرعة لحتى يحصل مع تقدم الوقت لحتى يحصل على نفس النتيجة اللي عم يحصل عليها في بداية التعاطي. في حال غياب المادة بتؤدي إلى فقدان القدرة على الإنتاجية والقيام بالأعمال اليومية، وفي حال التوقف عنها بتظهر عنده أعراض نفسية وجسدية خطيرة وشديدة، نحن بنسميها الأعراض الانسحابية. بالنسبة للفرق بين التعاطي والإدمان، الإدمان أكيد ما له خيار ولا يخطط له، هو بيصير غالبا طبعا له مراحل نتيجة التعاطي المستمر قد يتحول الى عفوا. يعني قد ايه الفترة لازم يكون عم بيتعاطى ليصير مدمن؟ هلا ما فينا نحدد، ما في قاعدة عامة لتحول المتعاطي الى مدمن، او حتى اذا هو بده يتحول ولا لا. كل جسد مختلف عن الاخر، كل حالة الى خصوصيتها، العقل بيختلف من شخص الى اخر. في عنا اول مرحلة هي التجربة، المرحلة الثانية هي الاعتياد، المرحلة الثالثة الاعتماد النفسي، ومن ثم الاعتماد الجسدي. طبعا ممكن يوقف عند مرحلة التجربة تماما، لما بيوصل لمرحلة الاعتماد الجسدي بتحول إلى إدمان. طبعا التجربة إلى أسبابها، واللي هي أسباب الإدمان بشكل عام حسب الدراسات العالمية وحسب دراسات الحالات اللي نحن قمنا فيها، صرح الأفراد اللي هنون كانوا مدمنين وتعافوا إنه أول سبب هو رفاق السوء. وغالبا بيصير طريق تجربة، تفضل خذ هالحبه وجرب وشوف شو مفعوله. سهل سرعان ما يعني يفرص تماما. الخطأ سهل انتشاره كتير. رفاق السوء بالمرتبة الأولى، بتجي بعدين ضغوط النفسية بالشدات اللي بيتعرض لها الفرد يلي بيواجهها بهالطريقة الخاطئة. من ثم بتجي المشكلات الأسرية، يعني في ناس بتقول لك نحن إذا ظروف تانية ما في مشكلات أسرية، إذا الجو الأسري آمن نحن ما رح نتعرض لهذا الشيء. في عنا المغامرة أحيانا والفضول عند الشخص، بيجي بعد وقت الفراغ، وهذا من أكثر كمان الأسباب بمجتمعنا إنه البطالة ووقت الفراغ. وبعدين بتجي أحيانا سهولة الحصول على المادة، للأسف يعني ببعض الأوقات سهولة الحصول على المادة كانت سبب من أسباب التعاطي والإدمان. مثل ما حكينا، هو ما بيختار، هو يجرب اللي بيصير لحتى يتحول لإدمان. اللي بيصير إنه بيجربه أول مرة المادة، بينبسط بهذا الشعور اللي بيحصل عليه أو الأثر اللي بتسببه هاي المادة بأول مرة، وهو بيكون مفكر حاله إنه هو عنده القدرة على تحكم أو ضبط عملية التعاطي، يعني كم مرة والجرعة اللي بده ياخدها. بس للأسف اللي بيصير بعدين إنه المادة بدها تشتغل شغلة، وبالتالي هي بتأثر على كيفية عمل الدماغ من خلال التأثير على إفراز مادة الدوبامين بالدماغ اللي هي المسؤولة عن إحداث هذا الشعور بالأساس. مع التقادم بالتعاطي بيصير الشخص ما عاد بتكفيه نفس الجرعة اللي هو بلش ياخدها بالبداية، بيصير بده يزيد الجرعة. زيادة الجرعة بتخليه يتعود على هذا المادة، بيتحول التعاطي، هون بيتحول التعاطي إلى إدمان للأسف. وهون بيصير إجباري، بده علاج لأنه نفسي، يصير حالة مرضية
يصير تدمير للخلايا بالمخ. نعم تعويض. كل مره تعاطي تدمر 10,000 خليه بالدماغ. نعم سياده العميد، لفتت يعني بالمقدمه حضرتك انه هل الافه الاجتماعيه وجدت في كل المجتمعات، يعني الفقيره والغنيه والمتحضره وغير المتحضره. يعني هون يعني قالت الدكتوره انه رفاق السوء، المجتمع، الحالات الاجتماعيه، يعني هون مثلا اذا ما نحن نظرنا الى مجتمعنا اكثر الحالات اللي عم تجيكم هي شو عم بتكون؟ يعني انه اسباب التعاطي المباشرة. إيه اسباب التعاطي احنا عم نشوفه، السبب الرئيسي هو التفكك الاسري. يعني نلاقي الموقوفين عنا أكثرهم في طلاق بالعائلة، في يتم، في تفكك أسري، ما في ترابط بالأسرة. فهذا السبب الأول. والسبب الثاني رفاق السوء. بعض المرات يكون شخص ما في تفكك أسري بس يتعرف على شخص يحرفه، يعني جرب خوض، فيصير منحرف نتيجة رفيق السوء. فالسبب الأساسي احنا اللي شفناه من خلال الحالات اللي عم تمرنا عنه هو التفكك الأسري. نعم تفكك الأسري. هاي أسباب اجتماعية. نحن كمان بنشوف أنه بتصير بقى سلسلة. يعني بجوز إذا قلنا بيئة فقيرة أو حدا في ناس على بطر الحقيقة بيكون معه كتير مصاري بالأخير بقى بيتعاطوا. بس أنه أول شيء أخذ هالجرعة، بعدين هاي بتقود إلى أخلاقيات أخرى. بتقود لأنه بده يصير يسرق ليجيب مصاري، بده يصير يعمل، بالأخير بتورط، بيكون بشغلة صغيرة، يعني بداية بيصير بالأخير بيروح لجريمة. فهون كمان لذلك مبكرا الحد منه هو اهم اهدافكم، يعني اهداف المكافحه. طبعا المتعاطي لما يتعرف على شخص يعطيه الماده بالمراحل الاولى يعطيها بشكل مجاني بدون اي مقابل. لما يحس انه تعود عليها قليلا يصير ياخذ منه سعرها بشكل رمزي. بعدها لما يشوفه صار بده الماده يصير يتحكم فيه، يبيعه اياها بالسعر اللي بده اياه. فبهالحاله هي هو يضطر هذا الشخص اذا عنده مصاري بده يصير ياخذها، ما عنده مصاري يصير يسرق، ما قدر يسرق ممكن يقتل. المهم هو بده لما يصير مرحله الادمان بده يحصل على الماده باي شكل، وينحصر تفكيره بالحصول على الماده. يعني ما بصير يفكر لا بعمله ولا باسرته اذا عنده اولاد او عنده مراه او عنده فيصير احنا نسميه الاستعباد. يوصل المرحله يصير هو عبد للماده، فيفكر قبل ما تخلص. مثلا جاب كميه قبل بعشرة ايام يصير يفكر لما حس بدها تخلص، يصير عنده شبه انهيار عصبي، عرفتي؟ فيصير ينحصر تفكيره بالحصول على المادة، فيصير هو رهينة وأسير للشخص اللي بده يجيب له المادة. حتى إذا طلب منه أي طلب يقول له، ممكن يوصل المرحلة زي يقول له اقتل شخص يقتله في سبيل بس يحصل على المادة. وهون أنتوا دوركم سيادة العميد مع هؤلاء المروجين اللي عم بيغرروا بشبابنا، عم تقول أول شيء بيعطيها مجانا بقى لا يستقطب، وبيستقطب من خلفه شبكة من الشباب، يعني بيستقطبه هو ورفقاته هو وشلته. فهؤلاء يعني قد بدها تكون عقوبتهم كبيرة، إنه أنت ورطت شباب، يعني ورطت شريحة كبيرة. ترويج وبيع المخدرات عقوبتها مقلدة وكبيرة، يعني هي من حكم 20 سنة اعتقال مؤبد، 20 عام وغرامة أكثر من 5 ملايين ليرة. فالعقوبات مشددة بهذا المجال. بس هن هذول تجار المخدرات عم يستخدموا ناس، يعني هن الفاعلين الأساسيين بعض الأحيان يستخدم ناس كمان هن ضحايا، يكون هو يستخدمه هو يضل بعيد ما يشتغل بإيده. فنحن نعمل على المجال هذا إنه نحن نجيب المصادر، هن المروجين البائعين، فيظل المتعاطي نعتبره نحن مريض، يعني ما نعتبره مثل المروج أو التاجر. طبعا وقلت حضرتك انه هو ضحية ومريض وتورط فعلا. وهلا بعدين هاي الضحية دكتورة بدها تتحول لمريض، هلا بنشوف كيف تعالجه. بس استاذة معينة الحقيقة يعني انه يعني تاخذوا على عاتقكم هذا الموضوع، هو الحقيقه موضوع صعب اجتماعيا، دخول للمجتمع، بعدين حتى علاجيا. حتى هون يعني انتم كيف تحملتوا اعباء كل هاي المسؤوليات؟ ويعني بنحييكم الحقيقه، وجرأة منكم وجهودكم مشكوره اكيد، جانب اهلي يتصدى لهيك امر. تسلمي دكتور بابا. هلا نحن مثل ما عم قلك نحن فريق متكامل عم نتحمل طبعا، لانه نحن عم نشوف هالحالات الخطيره بالمجتمع، الحالات عم تزداد بكثره وبقوه، وفي خطر عن جد على شبابنا. طب حتى لو اذا عرفتوا في حاله
والاهل ما عم يصرحوا عنا وبيعرفوا، والشاب مثلا ما بده، بس انتم بدكم تتدخلوا فرضا تقدروا. لا 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 اجباري، لا لا بس انه اقناع يعني نحن ايه مثلا ممكن انه هون يكون لكم هذا الجانب الاقناع يعني. ايه في صار حالات نحن طبعا المدمن ما 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 بيتعالج، حتى المشفى ما بيقبله اذا ما كان هو رغبان انه انه يتعالج. ايه طبعا بنشوف انه بعيد هيك نقنعه. ايه من بعيد بنشوف هيك حالات، بنحاول بطريقه او باخرى نوصل للاهل. مثل ما عم قلت لك نحن حالي خدمات اجتماعية جامعية تحت بند الخدمات الاجتماعية، نحن بطريقتنا بطرقنا انه بنحاول مثلا هالعائلة كيف بدنا نتعرف عليها، نتعرف على شخص الا ما يكون نعرف حدا بيعرفها. بنحاول من بعيد يعني محاولات، وفي محاولات زبطت فعلا ودخلنا على البيت وحاورنا حتى المدمن. تمام، نحاور الاهل واقناعهم مع المدمن. دكتورة فاتن، هذا المدمن هو بقى مريض، انتم امام حالة مرضية، هل يمكن علاج الادمان نهائيا؟ هل فعلا انه قادر انه هذا المريض يخلص نهائيا من الحالة؟ هلا طبعا هو مريض أكيد قولا واحدا، ونحن لازم نتعامل معه على أساس أنه مريض وليس مجرم. ونتعامل مع الإدمان على أنه مرض مثله مثل كل الأمراض الثانية اللي هو ممكن يتعالج مثل كل الأمراض الثانية. قبل ما نحكي عن أنه بيتعالج نهائيا ولا لا، بدنا نحكي عن مراحل العلاج. مثل ما في للإدمان مراحل، للعلاج كمان في مراحل. بالبداية في عنا مرحلة إزالة السموم من الجسم ومعالجة الأعراض الانسحابية اللي حكينا عنها بالبداية، لأنه أثناء العلاج بتعرف المدام معينة لما بيدخل على المشفى أو على المصح أو بأي مكان بيختار هو أنه يتعالج فيه، عم يتعرض لأعراض كتير صعبة وأليمة جسدية ونفسية، بقولوا نوبات اضطرابات اضطرابات النوم، قلق، تعرق، ارتفاع درجة هون الحرارة. هون الجانب الطبي كيف بقى بده يسمع؟ هون بيكونوا هن عم يتعاملوا دوائيا. هاي المرحلة هي دوائيا مع الدكتور يشع، وهذا تدريجيا بده ينسحب الجسم. أيوة ينسحب بشكل تدريجي، وطبعا بيكون عم ياخذ أدوية لحتى تساعده على التخلص من هذه الأعراض. لأنه مثل ما حكينا الأعراض كتير شديدة وقاسية على المريض، وإذا تجاوزها بيكون قطع يعني مرحلة، ولكن بتجي المرحلة الثانية اللي هي كمان الأصعب، هي مع إعادة التأهيل النفسي أو العلاج النفسي، بعدين بتجي مرحلة المتابعة. طبعا مرحلة التأهيل النفسي هي بتعتمد كمان على كل حالة تطول أو تقصر حسب الحالة، ولكن بالحد الأدنى هو بحاجة إلى شهور، قد تمتد إلى سنوات حسب هذا الشخص هو قديش قدرته على تحمل العلاج، وقديش عنده قدرة على اجتياز نقطة مهمة كتير هي اجتياز الرغبة في العودة. لأنه الرغبة في العودة استجابة، الرغبة في العودة حكما بدها تصير، ولكن هذا الشخص قديش هو البيئة محتضنة، قديش داخل عن قناعة، كل هاي عوامل بتلعب دور. النقطة الأساسية بالنسبة للعلاج إنه نحن بدنا نبلش معه بإنه نحن هي رحلة تغيير، بدك تفكر جديا برحلة التغيير وبالقناعة بإنه أنت بدك تتغير، بعدين بدنا نرسم له الخطة العلاجية. إذا هناك تأثير لاستجابة المريض على مدة العلاج وتقصيره، علاج طبي، علاج نفسي. تمام. بحالة الشفاء هل يمكن أنه فيما بعد يكون في انتكاسة مثلا بعد ما عالجته طبيا ونفسيا؟ تماما، هلا هو تعالج مرحلة إعادة التأهيل ومشي الحال، وهيك موضوع الانتكاسة كتير أمر وارد بأي طبعا مرض، وبموضوع الإدمان انتكاسة أمر وارد ظهوره بفترة العلاج أو ما بعد العلاج. ولهيك نحن كتير بنأكد على التزامن بين العلاج الدوائي والعلاج النفسي لمنع ظهور الانتكاسة. طبعا الانتكاسة هي عودة الشخص للإدمان وبالتالي فشل العلاج. طبعا في برامج عالمية كتير طبقت للوقاية من الانتكاسة، وهي أكيد فعالة مع العديد من الحالات. سيادة العميد، أنتوا الحالات اللي بتتم علاجها كذا، أنه عندكم إحصائيات لإلها فرضاً تطلعوا على الحالات هي انه بتكون من صلب عملكم او من اختصاصكم، ولا لا هذا جانب طبي نفسي؟ هذا جانب طبي من اختصاص المراكز المختصه. نعم. بالامور. فنحن لما يجي الشخص لعنا يصير عندنا تحرك الدعوه العامه ضده، فنحن الجانب العلاجي في المراكز المختصه هي تتابع الامور. نعم، هون عندنا باللاتيه وين المراكز؟ المشافي نفسها للاسف ما في عندنا بسوريا مركزين فقط، مركز بدمشق، لكن وين ومركز بعلاجه طبيا؟ وين بالمشافي؟ احنا نبعث المريض على المشفى بدمشق، وإذا كانت حالته ما كتير متقدمة ممكن يتعالج عن طريق طبيب. الدكتور يوشع بيقدم استشارته وممكن يتعالج إذا كان الأهل متعاونين. يعني مشفى عادي بس بيعرف المشفى؟ لا في لا لا هي مشفى مركز مختص اسمه مشفى ابن رشد بدمشق مختص. ما عندنا بس ما عندنا غير بسوريا كل حلب واحد وبدمشق واحد. طبعا اللي بنتمنى انه يكون في مراكز اكثر. والاهل بيقتنعوا انه ياخذوا الطبيب لمريضهم لما بيشوفوا لمريضهم تعب كثير وما في حل غير المشفى؟ مجانا يقدم؟ مجانا طبعا، حتى يعني ما يكون عليه اعباء انه بالمشفى 15 يوم اقل شيء اذا كانت حالته
تتطلب اكثر في ناس بتضل اكثر. ممكن الاهل يساهموا فيما بعد بقى كمان بالعلاج معكم بالعلاج النفسي، يكون هن لهم دور يعني يتدخلوا هي ان وجدوا. طيب مو بس الاهل، نحن عندنا ناس متعافين يعني متعافين عن بعض الحالات اللي مرقت عندكم، وكان حتى ممكن كان يكون معنا حاله بالاستوديو بس يعني لخصوصيه الموضوع طبعا. انا بدي اتشكرك دكتوره فاتن مشاعل وحضرتك اخصائيه نفسيه، لان بده ينضم لنا المحامي علي ونوس كمان ناخذك الجانب القانوني يعني بهذا القانون الناظم لهذا العمل. بدي اتشكرك ونكون ينضم لنا الاستاذ علي بعد ما اشوف هاي الماده، هو عباره عن فيلم كرتون استاذ معينه، فيلم كرتوني بيلخص مرحله الادمان على الحبوب كيف ببلش المتعاطي بالتعاطي مثل ما قال دكتوره فاتن بينتهي انه مدمن. وهي من ضمن سلسله اعمالكم التوعويه طبعا. اذا منتابع هذا الفاصل هيك فيلم كرتون عن التعاطي يعني هيك بيلخص الفكره مثل ما قالت، وراح ينضم لنا الاستاذ المحامي علي ونوس. نرحب بالاستاذ المحامي علي عبد الكريم والنوس. اهلا وسهلا استاذ علي. ويعني نحن نوهنا طبعا انه هناك قانون في بدايه الحلقه، القانون رقم 2 لعام 1993 هو الناظم لمكافحه المخدرات في سوريا. نعم مكافحه المخدرات لان هو تعاطي وترويج واتجار. السيد العميد عن موضوع الترويج والاتجار، لكن اذا ما تحدثنا عن عقوبات التعاطي قانون بهذا القانون. هلا التعاطي هو خص القانون بماده 43، الماده 43 تناولت شو هي عقوبة التعاطي. التعاطي هي الاعتقال المؤقت، يعني هي الاعتقال المؤقت مشان العالم تعرف شو هي، بين 3 سنوات لل 15 سنة طب الإضافة للغرامة من 100 لل 500 ألف ليرة سورية، هيدي عقوبة هي للمتعاطي. طبعا في حالات تراعى فيها المحكمة، تراعى فيها الأسباب المخففة التقديرية، إذا كان في تكرار في ما في تكرار بتحاول تكون في عقوبات تكون أخف يعني من هالناحية هيدي. بس كمان يعني نحن نوهنا انه اذا هو كان بطور العلاج لا يعتبر يعني لا يمكن توقيفه. هلا هون في ملاحظه بدها تكون سياده العميد وضح عليها، لما بده يسلم نفسه او ليوضع نفسه تحت مركز علاج ما بدها تكون سابقا محركه عليه دعوه الحق العام، لانه اذا كانت محركه ما خلص محركه عليه. ففي اجراءات قانونيه بدها تتم. اما في حال كان هو متعاطي وحب صرح يطلع صرح، بيروح بناء من تلقاء نفسه او بناء على طلب زوجه، يعني الزوج او الزوجه او اقاربه حتى الدرجه الثانيه، بيسلم حاله او بيوضع نفسه تحت بمركز علاج. هون
ما بتحرك عليه دعوى الحق العام، وفي تسهيلات بتكون بهذا الموضوع. نعم. طبعا هي التسهيلات بترجع للفرع بس ايه يعني هو اجباري، ممكن يكون احيانا مذكور اسمه او شيء، ففي اجراءات بتتم بس بيتاخذ بالحسبان انه هو وضع نفسه بمركز علاج. نعم. تراعى بالمحكمه هذه الحالات. هلا في كثير حالات ممكن استاذه معينه كمان تعرف سياده العميد انه مثلا انه هن خايفين من هالقصه، يعني انه هن ما يوصلوا للقضاء او لانه والله ينسجن، فبيخافوا ممكن يصرحوا، ممكن الجمعيه تكون مثل ما قلنا بشوي وسيط، بس هون اذا اجا وصرح انتم كيف ممكن فعلا انه تصير هو خارج هاي العقوبه؟ هلا نحن هذا المتعاطي يعني كمان بنراعي وضعه، يعني ما بنعامله مثل معامله التاجر او كذا، بس نحن بدنا نعرف مصادره، منين عم يجيب هالماده، منين عم ياخذها، وحتى القضاء الساده القضاة بهالمجال هذا كمان لما يكون معه ماده عم يخلى سبيله، يعني ما انه يتم توقيفه لفتره طويله، فهو بده قناعة نفسية، هو إذا ما عنده قناعة داخلية إنه هو بده يبعد عن هالجو هذا ما بيستفيد شيء، فإذا عنده قناعة القناعة ضرورية هي، وهون بعده مثل ما قلنا الجمعيات والجانب الأهلي أيضا طبعا. بالنسبة للقانون رقم 2 يعني ما هي يعني أبرز المواد اللي ممكن نحن إعلاميا تكون هل إعلاميا نحن في شغلة بنركز عليها دائما، كان نحن كمان كدورنا كجمعية كان نحن دعم قانوني بالجمعية، نحن بنوضح له للمتعاطي في حال راجع الجمعية أو في حال نحن قدرنا نتواصل معه أنه يفضل أنت ما دام بهالمرحلة هيدي ما أنا مرحلة متطورة، ما أنه مذكور اسمك أنت، ما أنه حدا معترف عليك، ما توصل لمرحلة أنه أنت تحرك عليك دعوة الحق العام وأنت ما بقى تقدر تتراجع، فنحن بهالمرحلة هي بندعمه نفسيا، بنفهمه شو هي عقوبة المتعاطي، وإذا سلم نفسه نحن كيف بنقدر نطلعه من هالحالة هيدي ونساعده بأنه يخلص منها بقدر الإمكان من ناحية العقوبة طبعا، لأنه مجرد إذا في حال مسك بجرم مشهود مسكت معه مادة جرمية خلص. هون نحن ما لنا دورنا صراحه تحرك المروج لا هو عقوبه متعاطي بس حيازي وتعاطي بس نحن هون بنساعد عليه، واهم شيء كمان ما يكون حدا ذكر اسمه تحركت عليه دعوه الحق العام، نحن هون فبنحاول دائما نكون بالمرحله الاولى عم نستعجل بهذا الشيء. هذا الدور القانوني الاساسي بالنسبه لنا هيدي. ايضا بالنسبه للمحامين اللي بيرافعوا عن هيك حالات يعني شو ممكن يخففوا لما بدك انت فرضا متعاطي وحيازه مواد وتوقف، المحامي هون شو بده يرافع يعني شو بدها تكون حجته لحتى يخفف العقوبة؟ هلأ بشكل عام نحن وضح سيادة العميد بنحاول ندور لكل شخص على شو عنده أسباب، يعني في ناس عندها الأسباب يعني. طبعا شو هي الأسباب؟ أول مرة نحن التكرار كتير بناخذ بباله يعني بالحسبان أنه أول مرة توقف ثاني مرة توقف بالتعاطي ولا لا، اثنين بناخذ الوضع الاجتماعي، ثلاثة بناخذ نحن الظروف بشكل عام اللي هو محيطة فيه، طبعا هذا دور نفسي بالنسبة لنا نحن وكمان دور مساعد لأنه نحن دائما بيكون متعاطي بنحاول يعني حتى السادة القضاة بيراعوا بهذا الموضوع بإطلاق سراحه بإخلاء سبيله بكير، أو فيما يخص عندنا مثلا إذا ما كان معه مادة جرمية أحيانا بينترك مباشرة، إذا ما معه مادة جرمية بيتم التحقيقات معينة ووقت سريع، مشكورين فرع مكافحة المخدرات ما عم يكون في المدة الطويلة يوم يومين ثلاثة حسب المعطيات القضية، طبعا ما فينا ندخل نحن فيها زيادة بس توصل على المحكمة. ممكن يكتب التصريح مثلا انتم ممكن يكتب تصريح انه هو فرضا ممكن انه بده يروح يتعالج ما عاد بقى خلاص يتعافى. نحن من اجى لعنا نفتح ضبط، نحن الاجراء القانوني اللي عنا من اجى لعنا على الفرع بدنا نفتح ضبط، فاحنا صار الاختصاص النيابة فنعرض الضبط على النيابة، فالنيابة هي بتقرر صار محكوم يعني مو صار اختصاص قضائي، فمن هنيك النيابة هي بتركه القاضي يوصل لعنده بيتركوه فهو مكانه يتابع علاجه. نعم. بس بدها يقدر قناعة من الداخل، بدها قناعة ومساعدة الأهل لحتى يقدر يشفى من هالماء. نعم. بما أنه قلتوا أنه هي يعني أكتر شيء منتشرة بشريحة الشباب، شو مدى متابعتكم لشريحة الشباب أيضا كفرع مكافحة؟ أنه لما بتشوفوا تجمعات إذا شكيتوا ببؤر معينة، إذا أجاكم أخباريات، إذا يعني أنتوا كمان دوركم قبل ما توقع الواقع يعني قدر الإمكان. نحن متواجدين يعني نحن ما بنتمنى يعني الحقيقة. لأن نحن متواجدين على مدار الـ 24 ساعة، ما عندنا عطلة لا جمعة ولا أعياد، على مدار الـ 24 ساعة. نعم. ومستعد يعني وأي إخبار يجينا بالإضافة للدوريات اللي عنا، إحنا كمان في تجمعات في مقاهي في أماكن عامة، أي معلومة تجينا ندقق بالموضوع
فنحن هيك دورنا متابعة، اللي المكان اللي نشك فيه اللي تجينا معلومة عليه نتخذ الإجراءات، نفتش المكان، نفتش الأشخاص، إذا لقينا شيء نوقف الأشخاص، ما لقينا شيء إجراءاتنا بنتخذها. دائما يعني بدنا نقول ساهرين على الحد يعني من وجود هاي المادة. نحن معنا على الهاتف دكتور يوشع عمور من دمشق، والدكتور يوشع أخصائي طبيب نفسي. مرحب فيك دكتور يوشع. السادس والعشرين من حزيران اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أو نقول سوء استخدام المخدرات، يعني هي كما توصيف الحقيقة طبعا والإتجار به. نحن طبعا يعني فتحنا معظم المحاور، بس حضرتك يعني ياريت كمان تكون معنا لنحكي عن أكثر الفئات العمرية من المرضى اللي عم بتمر معكم، يعني والكل عم بيأكد أنه هي فئات شباب، لكن انتوا اكثر الفئات العمريه اللي عم تراجعكم، الحالات اللي عم تجيكم، وما هي يعني اكثر المواد اللي عم بيتعاطوا فيها الشائعه؟ تمام. اول شيء اهلا وسهلا فيك جميع موجودين معكم، كنا نتمنى لو كنا معكم كمان. اكيد ونحن كنا نتمنى. الموضوع اكثر العمريه اللي نحن بنتعاطف فيه سن الشباب، وهذا الشيء خطر على مجتمعنا وعلى بلدنا بالمرحله الحاليه. يعني هذا شكل تدمير للبلد بشكل منهج. الشيء الخطير اللي عم نشوفه انه اعمار الصغيره يعني بسن ممكن بالمرحله الاعداديه بالمرحله الثانويه بالمرحله الجامعيه عم يستهدفوا هذه الفئه بشكل يعني عم يكون ممنهج. نحن عم نشوفه عم يورطوا الناس عن طريق التجربه، ممكن بعض الناس بشكل فضول، ممكن بعض الناس عنده ضغط معين، ضغط اقتصادي، ضغط نفسي معين، عم بصوا لهذا المرحله بالتورط، فبيدخلوا بهيدي المتاهه، بخافوا من الجانب القانوني، الجانب الصحي، ما فيهم عم يخبروا اهاليهم، بيدخلوا بهيدي المتاهه والدواهه. فعلا بالضبط هيدي الفئات للاسف عم تكون مستهدفه بشكل كبير. هلا المواد اللي عاده عم نشوفها والمنتشره اكثر شيء عندنا بالبلد، ممكن نشوف موضوع الحشيش كونه اسعاره يعني تراعي الجانب الاقتصادي اذا بدنا نحكي. نعم. موضوع حتى الكحوليات المدمنين عليه، موضوع بعض الكثير مو بعض الكثير من الحبوب اللي لها علاقه بالمواد المخدره او المسكن المركزيه نحن بنعتبرها، ما بيخفى عنا موضوع الترامادول، موضوع الأدوية اللي بتساعد موضوع الاختلالات العصبية إذا استخدمت بشكل مناسب. نعم. عم تعطي تأثير مخدر إذا استخدمت بسوء استخدام، مثل البريجابالين أو البيوغابالين المشهور فيها. في أدوية، مجموعة من الأدوية، أنا بالفترة الأخيرة في مشكورة نقابة الصيادلة وزارة الصحة، في تجديد كثير على موضوع الأدوية بهذا الموضوع، يعني كثير او بيحكوا معنا انه الصيدلاني ما عم يصرف لنا الوصفه لانه منتهي المده، هذا شيء كثير ايجابي وكثير منيح، او ما عم يعطينا الدواء لانه ما في وصفه، كثير شغله ايجابي نحن عم نطالب فيها من زمان ونتمنى يضل هالتشديد بهذا الموضوع ويزيد اكثر واكثر. عم نحكي عن هيدي المواد اللي موجوده. طيب دكتور يوشع، يعني بحال توقف المدمن بدون علاج وتداخل طبي على المخدرات، شو هي الاعراض اللي ممكن تظهر عليه؟ تمام هيدي الاعراض رح تكون متعبه جدا. هلا هو بيحاول يوقف الماده المخدره او المدمن عليها، ممكن لظرف معين، ممكن بالفتره الاخيره عندنا مشكله بتوافر الدواء، ممكن بعض الادويه ما توفرت عنده، ممكن ضغط اقتصادي معين صارت عم تكلفه بمبلغ كبير كثير كونه عم يتطلب كميه اكبر بالادمان. هذا الشيء عم يتكلف كثير، فبيحاول انه ممكن يخفف او يوقف. هلا اكبر غلط انه هو ما يخبر، يعني ما يطلب المساعده، نحن كثير عم نشجع بهذا الموضوع، ويمكن مثل ما حكوا نحن هدفنا يعني بيكون جانب اساسي موضوع التوعيه قبل ما نتورط. شو اللي بيصير في حال انقطع عن بعض المواد المخدره؟ اكثر عرض هو راح يكون مزعج لهم هو الالام الجسديه المانا متحمله، اضطرابات النوم، راح يبلش تغير عنده طبيعه شخصيته العصبيه، النزق اللي عنده ممكن يوصل يعني ما يتحمل، ممكن اذا عنده اطفال يضربهم، يكسر اغراض، الالام اللي ما في يتحملها، فبيضطر لو بده يعني يبيع اغراض بيته ليحصل على الماده ليرتاح من هذا الموضوع. هو هذا اللي عم بيصير يعني بالاخير انه لما عم بيكون يعني انتم كمان حضرتك عضو مجلس اداره بالجمعيه، يعني كيف عم بيكون دوركم يعني قدر الامكان بعلاج هاي الحالات دكتور؟ تمام. هلا نحن دورنا مثل ما حكينا في توعيه، اجانا مثل ما حكوا
الضيوف الموجودين نحن دورنا من المستقبل الحالي ممكن نساعد ونوجه للعلاج بالمراكز التابعة أو المتخصصة بعلاج الإدمان، الأمور البسيطة، المواد المدمنة لكميات قليلة ممكن نحن نتولى الأمور. أنا كطبيب ممكن نحدد مواعيد معينة مسبقة، يعني مواعيد نشوفه ونعمل استشارات كيف ممكن نساعده. الحالات الشديدة اللي بتطلب علاج مشفى نحن بنفضل المشفى أكثر بالنهاية، كونه مضمون أكثر، موجود بجو يعني ما عم يقدر خلال أسبوع أو أسبوعين أو 10 أيام ما في يطلع برا المشفى، يعني خلص رح ينضف جسمه، رح ينضف مجرد ما دخل. أهم يعني عامل بده يكون هو إدراكته إجى على المشفى، يعني هو عم يطلب العلاج لا ينضف جسمه، نعم جابرينه، يعني إذا أهله جابرينه نحن ما بنستفيد شيء أصلا. إذا حكى هذا الكلام إنه أنا غصب عني جاي على المشفى، المشفى ما بيستقبلوه، بيرجعوه لأن احنا واثقين مجرد ما طلع من باب المشفى حتى لو نضف جسمه بده يرجع ياخذ الماده وبده يرجع تمام. ونحن هذا اللي يعني ما بدنا اياه، بده يكون عن قناعه وطبعا ويصير في يعني تغير عقله حتى كمان وتغير سلوكه اكيد. هلا في جانب في نقطه كثير تذكرتيني فيها مشكوره كثير، تغيير العقل مثل ما حكيتي عنه. نحن في نسبه على الاقل هي 6% على الاقل مواد المخدره بتحرض ظهور مرض نحن بنسميه الاعصاب الذهانيه اللي اشهرها انفصام الشخصيه، الاعصاب صح اشهر مرض، وللاسف هو اسوء مرض يمكن ان يصيب البشر حسب تصنيف منظمه الصحه. وهون الخطوره، يعني نحن بالاخير عم نروح لامراض صعبه بقى يعني العلاج بالجنون، يعني صح مريض خلص يؤدي الى الجنون، نعم معطل حياته الاقتصاديه، معطل حياته الاجتماعيه. مدمنين عادة بس إذا صار مع واحد مع أحدهم هذا هاي الحالة هو رح عزل عنهم، رح ينسحب عنهم، ما رح يشوفوه، رح يفكروا إنه ما في. إذا كتير تداعيات خطيرة الحقيقة ومضاعفات، يعني نحن نشكر كل الجهود اللي عم تحاول قدر الإمكان تحد منا، وأنتوا إحدى الجهات طبعا مع كل أسوأ شيء ممكن يحصل يدخل بانفصام الشخصية اللي هو جنون ما يعبر عنه بالعامة، وراح مرض كل العمر على علاجات شيء مرعب. نحن بدنا نشكرك كثير دكتور يوشع عمور لمداخلتك، وحضرتك أخصائي نفسي، وشكرا يعني للمداخلة وشكرا لكل جهودكم، أهلا وسهلا فيك. نحن واجبنا تجاه البلد تجاه الشعب، وإن شاء الله للأحسن وللأمام مع جهودكم وجهود جميع الفعاليات العميد اللي معكم كمان. أهلا وسهلا فيك. نحن بما تبقى سيادة العميد في كتير أنواع، نحن ما الحقيقة ما لنا بصدد إنه نحكي، بس يعني هي في كتير أنواع، الواحد بيختل له إنه نوع أو نوعين، لا يعني ممكن واحد يتورط بأكثر من نوع، فهون قلت لي في ما بعرف كم نوع من الأدوية النفسية أنواع كتيرة، إحنا نسميه الإدمان الدوائي. إذا الشخص استخدمها بغير الغاية اللي وصف له إياها الطبيب فيقع بحالة الإدمان الدوائي. فمثلا يوصف له الطبيب 10 حبات كل يوم حبة، ففي منه يجي يشرب 5 حبات باليوم أو يروح هو بيكرر الوصفة لحاله، فصار مدمن، يصير يعني جسمه بيطلب هالمادة وبده يزيد الكمية، فصار مدمن بدون ما بيشعر. بس أدوية متوفرة في أكثر، فما بالنا بالأنواع. في أكثر من 260 نوع من الأدوية تؤدي للإدمان إذا استخدمت بغير الغاية اللي وصفها الطبيب من أجلها. فنطلب إنه كمان يكون المريض ما بيستعمل دواء لحاله أو يزيد الكمية أو بينقص الكمية. وحتى الصيادلة معروف يعني إنه هني ما يتعاطوا، يعني ما يتعاطوا مع اللي بيطلبوها بدون وصفة. طبعاً. نحن بوقتنا يعني تقريبا انتهى وأخذنا شوي زيادة، بس كلمة أخيرة يعني اليوم نتوجه بهذا اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وسوء الاستخدام، يعني سوء الاستخدام بمعنى أنه دواء أدمن عليه مثلا فهو، وفي قانون نحن يعني لأحد نحن نتثقف بهذا القانون، يقرأوا طبعاً الناس طبعاً. هل هو الفكرة الأساسية بالنسبة للشباب هن لما بيتعاطوا ما بيحسوا بقيمة القانون أو العقوبة رح تصير عليهم، بس يوقعوا بيصيروا يحاولوا يتهربوا منه. تمام. لهيك حتى القانون بالمادة 43 بالفقرة دال وضح أنه بما يخص موضوع وضعه أو تسليم أو وضع نفسه تحت مركز صحي هي لمرتين، مو دائما هو بيستفاد منها لهالحالات، لأنه القانون هو اعتبره مريض، ساعد بأنه أنت مرة اثنين أعطاك فرصة مرة اثنين، بس بعدين ما بقى في هالفرصة بتجي. فهو بس الأهم الأساسي يعرفوا قيمة أنه العقوبة
يعني ممكن توقع فيه، انت متى وقعت فيه صارت انت الهروب منه صعب. ومنركز على الماده 44 انه هذا الامور كلها بتصير بسريه طبعا. يعني هلا نحن لما بده يجي بنحطه بالتعاون نحن كجمعيه اهليه، في عندنا سريه مطلقه بهذا الشيء، وفي عقوبه افشاء في حال افشى احد اعضاء جمعيه او حتى مثلا بالمشفى حدا افشى سر او اي شيء في الى عقوبه هيدي. نعم اذا هي موجوده ملحوظه بالقانون، عقوبه حتى السنه يعني سجن واضافه للغرامه 5000 ليره سوريه. نعم. فهذا الشيء بيريحه للمريض يعني. نعم نحن بنتشكرك استاذ علي والنوس يعني للاضاءه على بعض مواد هذا القانون اللي هو كثير المواد، لكن احنا اليوم بما يخص يعني تحديدا محاور ندوتنا والتعاطي. استاذه معينه ايضا جهودكم مشكوره، شو بتتوجهي بهذا اليوم يعني وانتم الجهات اللي عم تساهموا انه نحد من هذه الآفة الاجتماعية؟ هلا نتوجه للجهات المختصة لصاحبين اصحاب القرار انه يزيدوا المراكز الصحية بسوريا. يعني ما في عندنا غير مركزين ونحن الحالات كثيرة بصراحة، يعني في حالات نسبة كبيرة بالمجتمع صار، فيزيدوا من المراكز الصحية لعلاج هذا الموضوع. ونحن ضرورة مراكز التأهيل ما بعد العلاج، ما بعد العلاج الطبي في ضروري، يعني وجود مراكز تأهيل كتير كتير ضروري، لأنه بينتكس الشخص بعد ما بيطلع إذا ما تتابع نفسيا. نحن كجمعية يعني إمكانياتنا محدودة، طبعا إن شاء الله بنقدر نتابع يعني إن شاء الله هسه بتتوسع إن شاء الله إن شاء الله لحاجة المجتمع إن شاء الله. وطبعا بتوجه للمدمن يعني كلمة مني للمدمن، نحن مادين إيدنا لنساعده. المدمن يعني أنا راح أعتبره مثل ابني أنا، نحن كجمعية إيدنا ممدودة لنساعدك. يمكن اللي بتلاقيه عنا بجوز ما تلاقيه عند أهلك، لأنه نحن بنتفهمك أكتر ونحن جاهزين للمساعدة. وانت خليك متذكر أنه مو بس عم تدمر شخصيتك أو حالك، انت عم تدمر أهلك، عم تقهر أبوك وأمك، عم تضيع مستقبلك ومستقبل أخواتك، عم تدمر أسرة مثل ما هي، وبالتالي المجتمع رح كمان يأثر على المجتمع. فنحن جاهزين لأي مساعدة، لأي أي مدمن حابب يتعالج، حابب يرجع للطريق السليم، نحن جاهزين ناخذ بإيده ونوصله ليطلع من هالحالة. ومقر الجمعية موجود بجبلي، وصفحة الجمعية موجودة على الفيسبوك، ورقم الهاتف موجود. اسمها جمعية التعافي. جمعية التعافي. من هي تعرضوا اللوجو الجمعية ممكن. التعافي. اللوجو الجمعية يا ريت هلا بنشوفه. وبكل سلاسة وبكل يعني شفتوا يعني ضيوفنا اليوم من المحامين، من أطباء، دكتور يوشع، دكتورة فاتن، وأيضا وفريق عمل بكل الحقيقة هيك نبل عم بتعاملوا بهذا الموضوع، وبكل كمان هيك إرادة حلوة ويعني نقول يعني نية طيبة لحتى هن يساعدوا بالمجتمع. مشكورين الحقيقة لكل أعمالكم. سيادة العميد كمان نختم مع حضرتك، كل جهودكم هي لسد الثغرات، لما نحن هاي المادة ما بتدخل على البلد نحن بنكون يعني مثل ما بقولوا سدينا المنبع اللي عم بتفوت منه هاي الثغرات كمان، وجهودكم وانتم الساهرين دائما على أمن الوطن واجتماعيا ومن كل النواحي وعسكريا ووطنيا وإلى آخره. احنا مكافحه ادخال هالمواد المخدره هي من صلب عملنا، وعم نقوم بالجهد المطلوب وقدر الامكان لمنع ادخال هذه المواد السامه داخل القطر. نطلب كمان من الاهالي ومن المجتمع المدني التعاون معنا لتضافر هالجهود للقضاء او الحد من هذه الظاهره السيئه اللي هي ما هي من 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 عناصر مجتمعنا وبعيده عنه وليس من صلب دخيله. في حال حدا عرف انه في عم بيصير تعاطي هون، في شيء مخبركم انتم كمان هذا اللي خبركم انتم بيكون بامان؟ ما في يعني اي انسان اخبرنا هاي المعلومه تظل سريه ويتم معالجتها، وحتى الانسان هو نفسه حتى الشخص اللي بيشتغل مجال المخدرات اذا قام باخبار حتى عن موضوع حتى ينعفى هو من العقوبه في ماده قانونيه تعفيه من العقوبه اذا تم القاء القبض، ساهم اخباره بالقاء القبض على العصابه ينعفى من العقوبه بشكل كامل. تمام. مادة قانونية ومنصوص عنها بنص القانون. متضافر كل المجتمع، كل الجهود، أهلي، رسمي، أكيد. المريض، مدني. المتعافي، الجمعية، كل الجهات اليوم هي معنية بهاي المكافحة، مكافحة هاي الآفة الاجتماعية اللي بنتمنى أنه هي ما تكون موجودة أصلاً بمجتمعنا. ومن كل النواحي إذا ما نظرنا إلى هي حالة سيئة، حتى الإتجار فيها هي حالة
ما لا يعني ما لا شرعية ولا لا يعني ولا دين ولا أساس يعني حي ولا أخلاق ما بتحكمها أي شيء. تصور حدا عم بيتاجر بمادة رح تقتله شبابه وشباب مجتمعه ممكن ينعكس الخطر عليه أولاده نفسه. فيعني الحياة من وين كل جوانبها هي حالة كتير مسيئة وسيئة. نحن نتمنى يتخلص المجتمع منها وإن شاء الله دائما مجتمعنا يكون متعافي بصحة وعافية. ونحن ما بدنا من شبابنا اللي يكونوا هن شباب المستقبل نعتمد عليهم لبناء سوريا ويكونوا أصحاء من كل النواحي النفسية والعقلية والجسدية والهي النوع يعني حتى الأخلاقية لحتى نحن نبني بلدنا بجهود شبابنا وعقولهم النقية الصحية أيضا. بتشكركم مرة تانية الدكتور أستاذ علي والنوس الأستاذ علي عبد الكريم والنوس الأستاذ معينة شرابي وحضرتك رئيسة مجلس إدارة جمعية التعافي أيضا سيادة العميد أحمد علي أيضا شكرا جزيلا لوجودك معنا وحضرتك رئيس فرع مكافحة المخدرات في قيادة شرطة اللاذقية. شكرا دكتورة فاتن مشاعل دكتور يوشع عمور وكل شكر لمتابعتكم مشاهدينا. دمتم دائما بخير وسلام وأمان وصحة. إلى اللقاء. شكرا.